السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا لي كلاص. يعني جبت لكم وصفه تاع لي كلاص، يعني كشان الاخت قالت لي على لي كلاص. الوغ درتهم على شكل كيك كما راكم تشوفوا. هما لي كلاص هنا راهم بنا، ما نقولكمش انتم بالمكسرات يعني اختياريين. هما لي كلاص هنا فريمون يجوا بنان كما اللي ينباعوا ولا خير صنع منزلي. هادو هما لي كلاص هنا، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. ودوك حبيبتي نخليكم على فيديو كيف التحضير هاد لي كلاص، ونقول لكم فرجه ممتعه وما تنساونيش بلي لايك. السلام عليكم ومرحبا بكم. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديرو دي كلاص، يعني لي كلاص منزلي المثلجات او ايس كريم، يعني بابسط المقادير وسهل ان شاء الله. فوتوا المقادير هنايا، عندي كريمه سائله يعني 30% اللي تدوه 30%، ولا تدو حليب مع بودره الشانتي اللي كان ما عندكمش. هذه انا ديت زوج، هذه فيها 33 سلليتر. عندي هنايا لحظه ندير زوج مغارف ولا ثلاثه. عندي هنايا فلون غنديروها بالفلون وكراميل. فلون هنا ديت 3 مغارف كبار، ولا ساشي اللي فيه 50 غرام كراميل، صوص كراميل. هاد المرحله اختياريه تنجمو تستغنوا ليها. انا ديت هنايا اللوز هكا كونكاسي يعني مهرمش كما نقولوا، يعني اختياريه تنجمو ما ديروهش تخلوه هكا، ولا تعوضوا بالزبيب ولا اي شيء، اي مكسرات عندكم غير باش يعطينا هذيك القرمشه و يعني يجي فيه بنه شابه. الوغ نبدو بسم الله. الوغ حاجه الاولى غادي نفرغ الشونتيي تاع عفوا با شونتيي لا كريم ليكيد هذه باش نطلعها الشونتيي. راني فرغت الكريمه تاعي كما كنتو تشوفوا. ملاحظه الكريمه اللي تكون بارده، يعني انا درتها في المجمد 30 دقيقه نص ساعه في المجمد باش كن يعني مع السخانه وكاع باش طلع لنا بالخف. ولكن الحليب كيف كيف الحليب ديرو في المجمد. ودروك غادي ندير عفوا قبل ما نطلع ندير الفلون تاعي اللي قلت لكم 50 غرام ولا 3 مغارف. ندير لحظه الحليب مجفف، ندير زوج مغارف فوالا كيما هاك. ودروك نطلع الكريمه تاعي، يعني تجمو ما درتش السكر باسكو الفلون حلو وغندير كراميل. الوغ السكر ما نديش. اخوات اللي يبغوا حلو ينجموا يديروا السكر. انا غادي نطلع الكريمه تاعي اخوان، غادي نطلع فيها يعني حتى تطلع لنا وتشد روحها. مرحبا بيتي، هاي الكريمه تاعي شدت روحها، يعني ما تبقاش تخلطوها بزاف، يعني الكريمه السائله خاطش تولي بعد زبده، يعني خلطوها كي تحكم روحها كيما هكا. هاوينا هنا حبسوا كيما هكا، هذه هي يعني ديروها في الثلاجه مجمد. والريسيبيون تاعي الريسيبيون هذا درته في المجمد، ومام هذا درته في المجمد. دروك غادي نزيد اللوز كما قلت لكم اختياري، عوضوه بالكاوكاو ولا ما ديروش كاع، يعني ماشي ضروري غير باش يعطينا قرمشه. تنجم ديروا يعني كاليطا كاطو ولا اي شيء. فوالا غادي نخلط ندخل اللوز هذا هنايا، ندير شويه كراميل على حسب الذوق، يعني ما درناش السكر. انا غندير صوص كراميل حوالي 3 ملاعق فوالا هكا بزاف. وغادي نخلط مليح، ندخل مليح اللوز والكراميل في لا كريم. راح بعدين نخلط يعني اللوز اللي درته مع الكراميل. هاوينا هنايا جبت انا غنديرها، يعني هذا اختياري كل اخت كيفاش تبغي دير الكلاص تاعها. انا غنديرهم على شكل كيك، تبغوا ديرهم على شكل طاخت ولا في يعني ديروا في علبه ومن بعد بالمغرف تاع الكلاص، يعني كما تبغوا. انا غنديرهم على شكل كيك. غادي نفرغ هذا الخليط هنايا. راح ثاني عمرت المول تاعي. المول تاعي انا فيه 30 القطر تاع 30 على 10 سنتيمتر، يعني ماشي متوسط ما كبير ما صغير. درت له هذا لو فيم اليمونتير باش من بعد كي يجمد نجم نقلعه. الوغ هنا اش غادي ندير، غادي نضربها كيما هاك يعني باش تجينا كاع كيف كيف. فوالا نديرها كيما هاك، نخرج منها الهواء فوالا كيما هاكا بزاف عليه. هنايا عندي شويه لوز غنديرها هاكا من الفوق، نزينها باللوز. درت له اللوز وهنايا ندير له شويه صوص كراميل، يعني غير شويه هكا. ودروك غادي ندخلها المجمد، يعني خلوه ربع سوايع خمس سوايع ولا كاع الليل. انا غادي ندخلها ان شاء الله، غادي نغطي شويه كيما هكا باش ما يديش الريحه تاع الكونجيلاتور. فوالا كيما هكا وندخلها مجمد ربع سوايع خمس سوايع، وكي يجمد ان شاء الله غادي نعاود نولي لكم.
وراح حبيتهم لي كلاص تاعنا بعد ما خليتهم انا يقعدوا لي ربع سوايع، يعني المجمد تاعي زيت له يعني باش بالخفي يحكم روحه، يعني راه جامد كما راكم تشوفوا. عندي 10 دقائق ملي خرجته يعني زينته، درت فوقها اللوز ولا الكوكا ولا خلوه هكا، فوقها الكراميل كما راكم تشوفوا. ها وينا نقربها لكم تشوفوا مليح، زينته كيما هكا. ها وينا فريمون ساهل وماهل ويجي بنين بزاف بزاف. غادي نقسم لكم يعني منه بسم الله، يعني حاكم روحه كيما راكم تشوفوا. ها وينا ها هما الكلاص تاعنا، شو من الداخل كيجو، يعني فيهم اللوز اللي درنا، تنجمو ديرو فوقها الكراميل، يعني هاد الشيء يبقى ذوق. فوالا كيما هكا ندير فوق شويه كراميل بغيتو على شله هكا وتاكلوه كيما هكا. هذه هي هاوينا الكلاص تاعنا، هاوينا يعني كيما ينباعوا، يعني صنع منزلي. هذه هي حبيباتي، بون بلا ما نطول عليكم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وبقى نقول لكم تهلاو في رواحكم وتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى صيفيه ان شاء الله، والسلام.